ان احنا بنستخدم should في السؤال، واقدر اجاوب عليها يا اما بشود يا اما بكود. وقلنا should او could دايما بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. الفعلين اللي عندي النهارده هو الفعل get او buy، وقلنا الفعلين بنفس المعنى اللي هو بمعنى يشتري. يبقى في السؤال بقول what should I get، what should I get، what should he get، what should she get، she get، what should they get، وهكذا. what should she get her mother، تجيب لمامتها ايه؟ قلنا she should او she could get her a bracelet. what should she get her father، father بما انه مذكر فانا بقول she he should get him a shirt مثلا. يبقى انا بعوض عن المؤنث قلنا بهير، وبعوض عن المذكر بهم، زي ما شفنا في الامثله الحصه اللي فاتت. بعد كده قلنا في جمل اقتراح تانية زي how about plus ال ing او الاسم، او what about plus ال ing والاسم، او اقدر استخدم زي ما قلنا you could او you should والمصدر. بعد كده قلنا هنهود جمله مهمه جدا اللي هي I need a present for، وقلت لكم ركزوا على الحتت اللي هي الثقيله، زي هيكون عندي عليها جمل في الاسئله فنركز فيها يا شريف. يبقى بقول I need a present for my mother، انا محتاج هديه لماما. What should I get her؟ أجيب لها إيه؟ قلنا الإجابات اللي عندي ممكن أقول you should get أو you could get أو how about getting أو how about a necklace على طول. إذن بقول how about زائد اسم أو ing. بعد كده كان عندي جملة اللي هي موجودة في الكتاب the children are buying gifts. gifts هنا قلنا بتساوي كلمة presents اللي هي هدايا for their families، للأسر بتاعتهم. what should they get؟ يجيبوا لهم إيه؟ بعد كده قلنا اقدر ابدا جملتي بشود، وشود هنا بمعنى هل ينبغي ان او هل يجب، شود بمعنى هل يجب. وقلنا ان لو مديني اور هنا هوت ما ينفعش اجاوب على شود بيس ولا نو. فلما اقول شود اي جيت ماي سيستر ا نيكلس اور ا رينج، فبرد واقول يو شود جيت هير اي حاجه من الاثنين زي الرينج مثلا او النيكلس. اما بالنسبه لي شود اي جيت ماي براذر ا نوفل، انا هنا ما اديتكش اختيار، مفيش اور، يبقى بجاوب بيس او نو عشان اقول يس يو شود او نو يو شودنت، مع الاخذ في الاعتبار ان اي حولتها في الاجابه ليو، اما لو هي او شي او ذي بتنزل في الاجابه زي ما هي. عندي ملخص الاغنيه اللي جايه اللي هي الاخيره وات شود اي باي فور ماي براذر، اشتري ايه لاخويا. What should I buy him؟ أشتري له إيه؟ أو What should I get him؟ أشتري له أو أجيب له إيه؟ قلنا في الإجابة ممكن أقول You should أو You could buy him أو get him وأي اسم لهدية. الجزء ده إحنا رجعناه مع بعض الحصة اللي فاتت، حليناه مع بعض. في حد عنده أي مشكلة في الجزء الأول ده؟ في حد عنده مشكلة في 58؟ لا يا سيدي. كله تمام يعني؟ ما فيش اي جمل واقفه معانا؟ لا يا سيدي. تمام ماشي يا سيدي، بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال فيه. اتفضلي. هي نمبر 12. تمام. هو انا بس عايز اسال هو يعني ايه اللي هي around here wrist او تمام يعني ايه؟ تمام يا سلمى. يا سلمى انت لما تلبسي ساعه بتلبسيها فين؟ حته في ايديكي؟ رزغ. اهدى عليا اهدى عليا اهدى عليا سلمى. نعم. الساعة بتلبسها فين؟ يعني الساعة بتتلبس فين؟ عند الإيد. الإيد منين؟ من عند نهاية الذراع وبداية اليد. نهاية الذراع وبداية اليد مش كده؟ المنطقة دي اسمها ريست، يعني المعصم، معصم اليد. تمام. يبقى ساعة أو إسورة بنلبسها فين؟ في الريست اللي هو معصم اليد. تمام؟ تمام تمام. ها في أي مشكلة تانية يا شباب؟ طيب بيج 59 كانت واجب؟ تمام تمام. يلا نراجع الواجب بتاعنا، نراجع الواجب بتاعنا عشان هتقابلنا شوت تانية دلوقتي، هتقابلنا شوت تانية دلوقتي غير شوت بتاع الاقتراح اللي احنا عرفناها. لما اقول I'll buy this bracelet، انا هشتري السويرة دهيت لانها it's beautiful، لانها جميلة. نمبر 18 بقول she a pretty dress، يبقى اقول she wears، بترتدي او بتلبس. نمبر 19
I a present for my Monday for Monday. يبقى هقول هنا هو I need صلحوا اللي عاملها get. I need a present for وكانت عندي فوق لسه قايل لكم عليها من شوية اهيت اهي اللي هي I need a present. I need a present for. I need a present for مش I get present. تمام. I need a present for Mandy. Number 20 بقول she jewelry بقول she likes هي بتحب المجوهرات she likes. Number 21 I don't eat cheese مش باكل الجبنة يبقى هنا وات I hate. I hate it أنا بكرهها مش بحبها. Number 22 رامي هانا فلاورز يبقى أنا هقول هنا وات gave أعطى أو إدى لهانا فلاورز for her birthday في عيد ميلادها. Number 23 I'll buy karma a book أنا هشتري الكارما كتاب. ليه؟ she loves لأنها بتحب الريدنج واتفقنا إن love أو like يجي لي بعدها ing يبقى I'll buy karma a book because she loves reading. Number 24 she could اتفقنا وجود could أو should أو couldn't أو shouldn't بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. طيب يا سلمى كلهم مصدر بس أنا بقول هنا she should أو could get him a DVD واتفقنا يا جيت يا باي يا جيت يا باي. Number 25 we هقول له هنا هوت we should أو shouldn't يا should يا shouldn't المعنى اللي هيحكمني هنا أنا بقول eat lots of vegetables ناكل خضار كتير لا أكل الخضار كتير دي حاجة كويسة يبقى بستخدم should الإيجابية. Number 26 you هقول له برضو exercise regularly يعني اتدرب بانتظام يبقى انا بقول له برضو you should exercise regularly عليك ان تتدرب بانتظام. Number 27 what should I get my dad اشتري البابا ايه هقول له you should او you could ما فيش should في الاجابات خلاص يبقى could. Number 28 I buy a present for dad يبقى هقول I should ينبغي علي او يجب علي ان اشتري هدية البابا. 29 what she get her mother قلنا في السؤال دايما what should she get her mother هو ينبغي عليها تشتري لمامتها ايه يبقى الإجابة هنا should. Number 30 you study for exams انا بنصحك وبنصحكم كلكم وبقول لكم you should عليكم انكم تذاكروا for exams من اجل الامتحان او للامتحان. Number 31 you should قلنا should او could بيجي لي بعدها الفعل في المصدر هدور في الافعال اللي قدامي ما فيش غير brush يبقى بقول you should brush your teeth regularly يعني نظف سنانك باستمرار. Number 32 what should I do on Fridays what should I do في السؤال قلنا الإجابة يا could يا should هدور في الإجابات هلاقي عندي could يبقى بقول له you could go out for a walk. Number 33 what should I have for breakfast after A ماذا ينبغي أن أفطر أو ماذا يجب علي أن أفطر فأنا أقول you could drink milk يمكنك شرب لبن. Number 34 what قلنا في السؤال اسمها what should he get what should he get his sister بقول he should get her a ring. Number 35 بسأل سؤال a hat أو a necklace أو أي اسم لشيء لو أبوك مثلا هقول له على طول اسمها how about أو what about لو موجودة. 36 you get her a teapot اتفقنا يا كود يا شود يا كود يا شود اللي موجودة عندي كود هقول له يو كود. how about a scarf بتساوي how about getting a scarf بتساوي you could buy a scarf يبقى how about a scarf هقول له that's a great idea فكرة رائعة. Number 38 he films the party معناها بيصور الحفلة with his قلنا فيديو كاميرا with his فيديو كاميرا بكاميرا الفيديو بتاعته من الكلمات اللي عندنا الجديدة. Number 39 she's reading a ايه اللي ممكن يتقرأ في الحاجات دي مفيش عندي غير النوفل اللي هي الرواية يعني قصة طويلة. he uses a to play golf اسمها golf club اللي هي أدوات الجولف golf club على بعضها. بعد كده 41 she wears a راوند هير نيك راوند هير نيك حول الرقبه يبقى ما فيش عندي غير النيكلس اللي هو العقد عشان كده الكلمات حفظها مهم. اما لو كانت بريسلت هقول عند الريست اللي هو معصم اليد. نمبر 42
مريم is wearing a لابسة ايه on her finger في صباحها يبقى ما فيش عندي هنا غير الرينج الخاتم. Number 43 he plays with his بيلعب بي الستاف توي بتاعته باعتبارها لعبة باعتبارها لعبة. Number 44 grandpa got me a معناها جاب لي for my birthday جاب لي gift أو present جاب لي gift أو present هدية. Women like jewelry السيدات بتحب المجوهرات like مثل ايه اللي هنا من كمثال للمجوهرات ما فيش عندي غير earrings اللي هو الحلق. She made a هي عملت of a car اسمه a model of a car نموذج لسيارة. Wear your البس ايه من دولت اللي ممكن يتلبس ما فيش عندي غير جاكيت. I need my it's so cold يعني it's very cold الجو برد جدا يبقى انا عايز الكوت بتاعي البلطو. He rides his هو راكب البايسكل بتاعته الدراجة. Number 50 the A من دولت is in the sea موجود في البحر ما فيش عندي من دول غير البوت المركب. He flies a مع fly الفعل fly يجي لي معاه كلمات زي airplane او kite. علي درايفز أريد طالما درايف يبقى اسمها ريد كار. She is eating a chocolate قلنا اسمها chocolate candy bar. Number 54 Today is my هقول له birthday ليه I'll be 10 هيبقى عندي 10 سنين. 55 I exercise every day قلنا هسأل هنا بشد طب ليه ما ينفعش أقول am أم عايزة ING طب ليه ما ينفعش have عايزة تصريف اسم تصريف ثالث يبقى إذن ما عنديش غير should اللي بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. Should I exercise هل ينبغي أن أتدرب بقول yes you should أو no you shouldn't. 56 Should I قلنا بيجي لي بعدها المصدر اللي هو get. Should I get my uncle a book or a pen الناس تركز هنا يا شريف. Should I get my uncle a book or قلت أقرأ الجملة الأخيرها وجود or هيخليني أبعد خالص عن yes أو no ده بيقول لي yes لا مش تبعنا yes مش تبعنا you can مش تبعنا إذن الإجابة الصح هنا you should. أيوة يا شريف بس أنا مسحت yes في said أنت غير عاملها بعدها you said ماشي يا شرف ماشي ما انا بقول لك ايوه حبيبي عشان ما تنساش تاني تمام يا شريف برافو عليك ممكن تقول نمبر 56 تاني حاضر 56 تاني لوجود شد بيجي لي بعدها الفعل في المصدر فين المصدر في الاربعه اللي قدامي هو جيت بعد شد وشود انت مصدر يبقى شود اي جيت بس تمام تمام ها ايوه ايوه ممكن تعيد رقم 57 اهي معانا اهي هعيدها تاني واشرحها ممكن تعيد رقم 57 يا سير هعيدها واشرحها ها should I get my uncle لو لحد بوك بس هقول yes you should انما ده بيقول لي or a pen طالما هنا انا بقول لك هل ينبغي ان اجيب لعمي كتاب ولا اجيب له كتاب ولا اجيب له قلم اجيب له ده ولا اجيب له ده فالاجابه على طول جيب له كذا جيب له كذا مفيش هنا لا يس ولا نو طالما عندي اور ما ينفعش اجاوب لا بيس ولا بنو امال الاجابه تبقى ايه الاجابه هتبقى يو شود يو شود باي هيم ا بوك جيب له كتاب اخترت حاجه من الاثنين اهم يا كتاب يا بن فانا بقول هنا يو شود باي هيم ا بوك اشتري له كتاب. نمبر 58 اي ام هيلبلس يعني انا معدوم الفايدة what هقول هنا what should I ليه لان ده سؤال في تكوين السؤال بعد اداة الاستفهام لازم يجي لي الفعل المساعد ثم الفاعل يبقى what should I do اعمل ايه. She doesn't know what she هي مش عارفة what she هقول should get هي مش عارفة تجيب ايه for her sister's wedding في حفل زفاف اختها يبقى what she should كان في كود خلاص يبقى كود. نمبر 60 what should he اتفقنا طالما عندي should او shouldn't كود او couldn't بيجي لي الفعل في حالة المصدر والمصدر هنا هو باي. نروح لجزئيات الريت عشان كان فيها شغل كتير. what should I get my mom
What should I get my mom? الاي حولها لليو، هو الراجل قال لي استخدم يو، خلاص هقول له يو. Should get her. You should get her. عليك انك تجيب لها. واديني اي هدية لماما. A scarf ماشي. A bracelet ماشي. A necklace ماشي. A ring ماشي. A book ماشي. اللي انت عايز تقوله. المهم تقول لي you should get her او you could get her. Number two. وديت ال... ايوة. Alert your mother بدل ما اقول هي. قلت your mom يعني؟ your mother. طب جبت mother منين؟ جبت mother منين؟ your mom must. هو ايه اللي mom اقول له يا mom يا hair والافضل hair. تمام؟ خلاص ماشي. تمام. Number two. هنا نفتح مخنا شوية وناخد المعلومة دي. اتفقنا ان should بستخدمها لتقديم اقتراحات زي ما هي موجودة عندي في السؤال what should I get، وقلناها في الاجابة you should او you could get her او him. في should تانية، وده الاساس من وظيفة should، الاساس من استخدام should ان should تستخدم للنصيحة. should بستخدمها لتقديم نصيحة، بمعنى ينبغي ان او يجب ان، بس مش الواجب اللي هو الالزام، لا دي على سبيل النصيحة، على سبيل النصيحة. يبقى لو انا قلت لكم you should study معناها ينبغي ان تذاكروا، انا بنصحكم انكم تذاكروا. تمام؟ يعني لو انا بقول دلوقتي I have an exam tomorrow، انا عندي امتحان بكرة، فهقول لك you should study، you should study. طيب انا بقول هنا هاني السك، هاني مريض، وفي فرق يا شباب ما بين سك وتايرد اللي هتجيلي بعد كده. في فرق ما بين اما اقول سك مريض وكلمة تايرد في تقديم النصيحة. ازاي؟ لما اقول سك هنا ايوة في ناس مش عارفة تدخل وكده بقى لها فترة. طب انا اللي مش عارف يدخل بقى له فترة، انتوا داخلين اهوت، العيب مش عندي، العيب في النت عندهم هم. هو مين؟ مرتي؟ مرتي وسيد. مرتي ليه؟ دخلت خلاص. مرتي هي دخلت. ماشي يا ماروت. تمام. سير بس يا سير، انا مش عارف يخش. طيب مش عارف يخش ليه؟ ما لو بعت طلب اضافه هضيفه، انما المشكله عنده هو مش عارف يوصلنا اساسا. اوكي. النت عنده طبعا. النت عندي اتظبط خالص الاسبوع ده ان شاء الله. بقول هاني السك، هاني مريض، فهقول هنا هو شود، يبقى اقول هاني شود جو تو ذا دكتور. ده واحد. اتنين، هاني شود جو تو هوسبيتال. واحده من الاثنين مالهاش ثالث، واحده من الاثنين مالهاش ثالث. يا سيرس انا كتبت شود ريست يستريح، لا التعبان ده ما بيستريحش، التعبان ده يروح لدكتور او مستشفى. يبقى تاني هقول هاني should go to the doctor او to hospital. طب ياسير هو ينفع مثلا نسمع بعض، نسمع بعض. قول يا رودي. ممكن يصير نكتب you should visit him. You should visit هاني. انا بقول هاني عشان تنصحي هاني وتقولي له يا هاني اتفضل روح للدكتور، مش عشان انا اروح ازوره. استني الحاجات التانية دي جاية بعدين، لكن هنا هاني should go to the doctor، يجب انه يروح للدكتور. ها كتير هو يعني كأن حد بيقول لي هاني is sick، يعني مش هو هاني نفسه اللي بيقول انا sick. يعني ما انا بقول هاني تعبان، يبقى هاني ينبغي عليه انه يروح للدكتور. حضرتك يا سير انا كتبتها يا سير you should visit him، برضو نفس فكرة رودي. لا يا مهند اعملها لي هاني should go to doctor او go to hospital. ايه سلمى؟ طب هو احنا ينفع ها ينفع نعوض عن هاني بهي؟ ينفع عوض عن هاني بهي، بس هيخسر ايه لو كتبت هاني تاني في الجملة، خاصة في جزئيات الريرايت لما يديني اسم يا سلمى لازم اكتب الاسم تاني في الريرايت، لازم اكتب الاسم تاني. تمام. 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 أنا كتبت هاني should I هاني should I take him a doctor. يعني إيه؟ ها؟ عملت you
you should I take مين معايا take... الأول مين اللي بيتكلم؟ أنا فريدة يا سيد. فريدة يا فريدة هقول على طول هاني should should go to the doctor مش هقول له هاني should I بقى ما ينفعش هاني وآي في جملة تمام؟ يبقى هاني should go to the doctor أو to a hospital هنكتب الإجابة اللي أنا قلتها لكم دلوقتي هاني should go to the doctor أو hospital في الجملة نمبر 3 بيقول لي سارة is tired after a long day work يلا يا رودينا قولي لي كتبت إيه هنا رودينا رودي أيوة سي اتفضلي سارة is tired after ماشي كتبتها ايه في الإجابة في الواجب مهند لا أنا عايز رودي أو مهند أنا كتبتها you should visit برضو طب أنا هفيزت هيل ليه الست ده الست متعبة شوية ما هيش مريضة يعني لا طبعا ممكن اقول يا سير لا طبعا قول يا كريم كريم ساره شود تيك سام ريست عسل حبيب قلبي تمام زي ما كريم قال ساره شود ريست او شود تيك سام ريست او شود سليب الطير ده المتعب شويه متعب مش تعبان مريض متعب من كتر الشغل او من اللونج داي وورك من شغل طول اليوم متعبة بطلانة يبقى بقول سارة شود ريست أو تيك ريست أو سليب سير أيوة سير أنا كتبت شي شود هيز ريست ماشي طب ما أنت ما قولي سارة بقى شود هاف مش شود هاز يا سلمى يا سلمى أيوة طالما قلت شود يجي لي بعدها مصدر المصدر اسمه هاف ولا هاز ما نلخبطش الدنيا ما نلخبطش الدنيا يبقى هقول سارة should take rest أو should rest على طول ها كلمة rest معناها راحة ويستريح الاثنين صح فعل واسم يبقى سارة should rest وخلاص واسكت ها نمبر فور أيوة أنا كتبت سارة should work for a short time ماشي ماشي بدل ما هي شغاله طول اليوم لا تقلل ساعات الشغل شوي مفيش مشكله بس الافضل بقول ان هي تريح يبقى ساره شود ريست نمبر 4 علا's brother will be 11 next monday اخو علا هيبقى عنده 11 سنه الاثنين اللي جاي استخدم شود عملت ايه مهند هنا بقى قلت لي ايه قلت لي اخوها ولا علا مهند سير ممكن تقول السؤال تاني معلش يا سير ما هو فورة هوت قدامنا فورة اهو ها هنا جزئية النصايح جزئية النصايح لما اقول علا's brother will be 11 next Monday يبقى هقول علا should get him a present على علا انها تجيب لاخوها هدية علا should get him a present بس سير ممكن نكتب يو بدل علا نكتب اه يو بدل علا لا لا انا بقول اخو علا عشان علا تجيب لاخوها هو انا هجيب لاخو علا ليه يا رودي يا رودي ماشي يبقى اقول علا should get him تجيب لاخوها a present تمام نمبر 5 انا معاكم للاخر وهطمنكم في الاخر ما تقلقوش عمرو wants to take swimming lessons استخدم should يبقى هو عمرو should take swimming lesson عمرو should take swimming lessons جمله 6 كريم needs a present for his mom كريم عايز هديه لمامته what should he get her يجيب لها ايه وبيقول لي استخدم could يبقى هقول كريم could get her a bracelet او a necklace او a scarf او اي حاجه المهم هتقول لي كريم could get هير سير ايوه بس انا كتبت نمبر 5 مختلفه عن اللي حضرتك قلتها انا في 6 دلوقتي يا سلمى قولي 5 اهو انا كتبتها عمرو should go to a swim trainer
شفت عرفت ان احنا اللي عايزين نتوه نفسنا، احنا اللي بنجيبه لنفسنا. يا سلمى، سلمى ايوه يا سيدي، احنا اللي بندور على الغلط وبنروح له برجلينا. تمام، انت قلت ايه بقى عمرو؟ شود جو، ها، جو تو اسويم ترينر. اسويمينج ترينر يعني يروح لمدرب سباحه. اه ده اللي تقصديه، مفيش مشكله، بس الافضل زي ما قلتها لك يا سلمى، عمرو شود تيك سويمينج ليسونز. تمام، النقطه تمام. اللي بعدها نحاول يعني نبقى قريبين من الجمله اللي قدامنا. ايوه، انا قلت عمرو شود جو تو كلاب. ماشي، بس انا بعدت برضو عن اللي احنا عايزين. هو مديني سويمينج، يبقى هو هيروح الكلاب يعمل ايه؟ يلعب فوتبول ولا تنس ولا باسكت ولا سويمينج؟ اه برضو بعدنا، نكمل. نعم، ممكن حركت تقول سكس تاني. سكس تاني، احنا قلنا ان كريم عايز يجيب لمامته هدية، يجيب لها ايه؟ هنقول كريم كود جيت هير، يجيب لها ا بريسلت، ا نيكلس، ا رينج، ا سكارف. طب سير، هي ما فرقتش من ما بين هير او هير مام، صح ولا ايه؟ انا بقول كريم كود جيت هير، هير يجيب لها، او كود جيت هيز مام، يا هيز مام يا هير. يا سير، طيب ممكن تكتب بريسلت او نيكلس؟ ماشي، المهم اكتب اسماء لهدايا، مفيش مشكله. تمام، ها، It's good for you to drink milk. أنا خلي بالنا بقى، أنا هنا هكتب إيه في الفاعل؟ بقول It's good for you، يعني you should drink milk. حد عامل إجابة تانية؟ ماشي. إيه يا عبد الرحمن؟ إيه؟ ها؟ حضرتك يصير in the في number 7 صح؟ أيوه، انا كتبت it should drink milk. it بدأت ب it يا سلمى؟ ها؟ انا نسيت اني نفتكرتها. بص يا سلمى، نبص كلنا، لو انا قلت it's good for me هقول له اي، for you هقول لك you، for them هقول they، فور علي هقول هي، فور هبة هقول شي. يبقى أنا بكون الفعل الجديد على حسب هو جود لمين. أنا بقول جود فور يو، يبقى يو شود درينك ميلك، ملهاش حل تاني يا سلمى، يو شود درينك ميلك، ما ينفعش إتس خالص. ها؟ أيوة، ما خدتش بالي أصلا من يو. لا، محتاجين شوية تركيز، يبقى يو شود درينك ميلك. الجملة 8، تمام، منا فيلز هوت، استخدم شود هنا، قول لي بقى براحتك، اجابات كتيره ولكن الاساس واحد اللي هو منا شود. منا شود ايه؟ واحد هيقول لي منا شود اوبن ذا ويندو، ماشي. منا شود ترن اون ذا فان، منا تشغل المروحه، ماشي. منا شودنت، بس هو ايه اللي شود؟ يبقى should wear light clothes، تلبس ملابس خفيفة. إذن على حسب الصفة اللي أنا مديها لك بتقول لي الاقتراح بتاعك. لما كان sick قلنا hospital أو doctor، لما كان tired قلنا rest أو sleep، لما hot هقول لك أي حاجة ضد الهوت. تمام، يبقى هقول منا should open the window أو turn on the fan. تفضلي. أنا قلت you should drink you منا شود drink shoes. ماشي، ما ده حل من الحلول بتاعت الهوت. ماشي، منا شود سويم، منا شود جو تو سويم، شود سويم على طول، شود سويم على طول. ماشي، ما فيش مشكلة. منا شود جو تو دكتور. منا شود ايه يا مهاب، يا مهند؟ انا كتبتها منا شود جو تو دكتور. هتروح للدكتور ليه؟ عشان هي حاسه سخونيه. يعني دي سخونيه؟ لا، دي هنا حرانه يا اخويا مش سخونيه.
ماشي. أرتشات. لو ممكن سخنية نقول هقول لك منها فيبر. شجوت لبيب، ممكن نقول منها شجوت لبيب. ماشي يا عبد الرحمن، she should go to the beach. تمام. دي انا كتبت eat an ice cream. منا should eat ice cream. تمام. ايوه يا عبد الرحمن. يا حمزه من، انا قلت منا should wear summer clothes. تمام، ما انا قلت اهو لايت كلوز من شويه، لايت كلوز اللي هي سمر كلوز. تمام. ها كل دي اجابات صح. المهم المهم الاساس عند واحد اللي هي منا شد، منا شد، وقول لي اي اقتراح يفك ازمه الحر دي. تمام تمام تمام. نمبر 9 اتس امبورتنت. ايوه ينفع تعين رقم 5 بعد اذنك؟ حاضر، احنا في 9 اهو، 5 تاني. عمرو wants to take swimming lessons، يبقى هقول عمرو should take swimming lessons. تمام تمام يا بسمله. تمام يا سيد. نمبر 9 it's important to practice sports، يبقى اقول لك يو، مين اللي هيكمل معايا؟ خلي بالنا الجمله دي يعني ممكن لو جاب لي في ده كله يجيب لي ديت. طيب يلا سلمى وسامه، سلمى وسامه، سلمى وسامه. يو شود براكتس سبورتس. بس كده، برافو عليك. يو شود براكتس سبورتس، ما فيهاش افتكاسات يا شباب. يو شود براكتس سبورتس. نمبر 10 يود بيتر، نخلي بالنا يود بيتر معناها يو شود، يود بيتر بتساوي يو شود. listen to your teachers، يود بيتر من الافضل انك تسمع لمدرسينك، فبيقول لي استخدم شود، يبقى اقول يو شود listen to your teachers. الجمله اللي بعدها اسال حضرتك سؤال يا سيد. اتفضلي. هو انا عادي مثلا لو قلت يو شود practice sports مثلا to be good مثلا او كده، يعني عادي لو قلت to be حاجه؟ عشان ايه هو قال لك حاجه في الجمله؟ لا هو قال لك قال لك to be، انت بتكلكعيها ليه؟ تمام. الراجل مديها لك سهله ومتقشره، خدها متقشره وكليها، لكن ما مش عايزه بقى تاخديها وتحبسي بيها بيبسي وكنز وكلام من ده، لا خلاص هي براكتس بورتس، يبقى براكتس بورتس. شكرا. ماشي يا سلمى. ماشي يا متعبه. ياسر هاي الابتروف دي يختار لشود ولا كود؟ لا دي ولا دي يا قمر، لا دي ولا دي يا قمر، ده هي اختصار كلمه هاد. يود بيتر يعني هاد بيتر، يود بيتر يعني هاد بيتر، وبيجي بعدها المصدر، وبتساوي يشد يعني من الافضل ان، من طرق النصح، من طرق النصح. يود بيتر بتساوي يشد، يبقى هقول يشد يشد listen to your teacher، عليك انك تسمع لمدرسينك. الهدف من هنا ان انا استخدم بعد يشد المصدر اللي هو listen. نمبر 11 let's get here. ايوه ايوه. وممكن اقول في رقم 9 you should practice sports regularly ولا regularly ما تنفعش؟ عسل والجمله جميله وكل حاجه، بس هو ما قاليش لا ريجولار ولا غيرها، هو قال لي it's important to practice sports، من المهم انك تمارس رياضه، يبقى انا هقول له you should practice sports بس. تمام. لو هو مديني regularly هقول له regularly، لو مديني to be هقول له to be، مديني بقيت جمله هقول له بقيت الجمله، انما الراجل قال لي براكتس سبورتس وسكت، اقول له انا كمان براكتس سبورتس واسكت. تمام تمام يا سير. تمام 11 ليتس جيت هير سكارف، قول لي هاو اباوت، يبقى تعالوا اسالوا بقى في الجمل زي دي جمله حلوه. يلا يا يبقى هاو اباوت جيتنج هير سكارف. اجابه ثانيه يا مهند، كمان إجابة تانية. هوا باوت أسكارف، بس هوا باوت هوا باوت أسكارف، هوا باوت أسكارف، أو هوا باوت جيتنج هير أسكارف، بس الاثنين هم، والاثنين لو جات لي في امتحان حاجة زي ده اكتب الاثنين، هوا باوت أسكارف أو هوا باوت جيتنج هير أسكارف. نمبر 12 هوا باوت بريسلت، بيقول لي وي كود، مين اللي هيكمل؟ عبد الرحمن السيد. ايوه عبد الرحمن 12 هاو اباوت بريسلين وي كود جيت
a bracelet أو شود. يبقى we could get her a bracelet أو we could buy her a bracelet. تمام. الجملة اللي بعدها سير. نعم ايه؟ ولازم هير. ما هي بريسلت اسويرة، انا مش هجيب لي الواد مهند اسويرة. ها تمام. اللي كان بيسأل لازم هي. ايوه لازم هي، لان مين اللي بيلبس الاسويرة؟ ها مين بيلبس اسويرة، بنت ولا الولد؟ ما تردوا. نمبر 13، نمبر 13، نمبر 13. تمام تمام. وي كود جيت هيم ا بوكس اوف تشوكليت، نجيب له علبه شوكولاته. قول لي هاو اباوت. يلا عاوزين دانا. اسير هاو اباوت، هاو اباوت، هاو اباوت ا بوكس اوف تشوكليت وكويستشن مارك. تمام. الجمله اللي بعدها ملك عمارة. ملك عماره. يس يو شود جيت اب ايرلي، استخدمي شود. شود يو جيت اب ايرلي، اليو قلنا هحولها لايه؟ اي بس كده، قولها تاني يلا. شود اي جيت اب ايرلي وكويستشن مارك. تمام. ملك محمد عماره بيقول لي يو شود جيت هير ا سيلفون، استخدم وات ماي دوتر.